معاشر المسلمين، ومن النعيم الذي نسأل عنه يوم القيامة أيضا نعمة الطعام والشراب والغذاء والعشاء، بل إنك يا عبد الله ستسأل عما من الله عليك من متاع في هذه الحياة الدنيا من مركب ومسكن ومطعم ومشرب وكذلك ملبس يا عباد الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ذات ليلة كما يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأدرك أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقال لهما: ما أخرجكما في هذه الساعة؟ فقال: الجوع يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. فقال لهما: قوموا. فقاموا فأتوا رجلا من الأنصار فلم يجدوه في بيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فرأته امرأته، أي امرأة الأنصاري رأت نبينا صلى الله عليه وسلم فقالت: مرحبا وأهلا. فقال صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ فقالت: ذهب يستعذب لنا الماء، إذ بالأنصاري قد جاء. فقال: الحمد لله، ما أحد أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب فوضعه بين أيديهم ليأكلوا منه يا عباد الله، يكرم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، بل بالغ في الإكرام فأخذ المدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم شاة يا معاشر المسلمين، فأكلوا من الشاة ومن العذق وشربوا حتى شبعوا ورووا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع فما رجعتم حتى أصابكم هذا النعيم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. معاشر المسلمين، إنما زاد عن حاجاتنا الضرورية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن كله سنسأل عنه يوم القيامة، كله سنسأل عنه يوم القيامة، لأنه من نعيم الله جل وعلا علينا. في قصة أخرى عباد الله، خرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فأتوا حائطا لرجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: أطعمنا بسرا. فجاء بعذق فأطعمهم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فشرب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا يوم القيامة. فقام عمر رضي الله تعالى عنه فأخذ العذق فضربه على الأرض، فتناثر البصر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أئننا مسؤولون عن هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا من ثلاث: خرقة كف الرجل بها عورته، أو كسرة أشبع بها جوعته، أو حجر تحبه من قر أو حر. لتسألن يا عباد الله عن الشيء اليسير حتى عن الماء البارد، وهو أول من أول ما يسأل عنه. كما في الحديث يا عباد الله: إن أول ما يسأل عنه العبد من النعيم يوم القيامة أن يقال: ألم نصح لك في جسدك ونرويك من الماء البارد. ولذلك لما نزل قول الله جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير بن العوام رضي الله تعالى: قال الزبير بن العوام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وأي النعيم نسأل؟ إنما هما الأسودان، الماء والتمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيكون، أما إنه سيكون
نسأل عن ماء وتو، فكيف بما أنعم الله جل وعلا علينا من مختلف النعم، من مسكن واسع ومركب مريح ومطاعم ومشارب مختلفة يا عباد الله. فلنحرص يا عباد الله على شكر الله جل وعلا على هذه النعم، فإننا مسؤولون عنها يوم القيامة. فاحرص يا عبد الله على ألا تبذر وألا تسرف في مطعمك ومشربك.